طب هل فعلا أفريقيا كقارة هي من أقل القارات في العالم بيصدر عنها هذه الانبعاثات الضارة بالبيئة؟ لأن مجموع انبعاثات القارة الأفريقية كلها لا يتعدى 3% من انبعاثات العالم. يعني هي الأقل في التأثير السيء، في الأقل تأثيرا بس الأكثر تضررا. أنا الحقيقة هو ده سؤالي، يعني هي الأقل تأثيرا في هذه الانبعاثات الضارة بالبيئة وهي الأكثر تضررا. أيوه يعني الحقيقة الوضع هنا غير عادل على الإطلاق. ما هو ده المشكلة يعني. دي وده زي حتى لو يعني ممكن نربطها بفكرة إن المرأة برضو هي الأقل تلوثا وهي الأكثر تضررا، هي الأكثر تضررا، فهي في قطاعات بتلوث أكتر من قطاعات أخرى، وفي بلاد بتلوث أكتر من بلاد أخرى، وفي حتى أفراد بيلوثوا أكتر من أفراد أخرى، ولكن مش كل الناس بتتأثر بنفس الطريقة، وليس بالضرورة إن اللي بيلوث اكتر هو اللي بيتاثر اكتر، وده يعني باين على افريقيا وحتى زي مصر لما بنتكلم على انه اسباب تغيرات المناخ ممكن هيحصل ارتفاع في مستوى سطح البحر على سبيل المثال، فهنبقى نقدر نقول انه البحر هيوصل للدلتا، هيغمر جزء كبير من السواحل المصرية، ممكن انه يحصل كده خلال ال50 سنة اللي جايين لو كان يعني هل فعلا يحصل ده؟ ده أكيد، وده بنشوفه أنه هو حصل كمان يعني. حضرتك كتير من الحوائط اللي بقينا بنشوفها على الشواطئ في مصر دي هي إجراءات للتكيف للتغيرات المناخية عشان البحر ما يطلعش على الشواطئ أو ما يطلعش على السكان. وفعلا يعني لو حد كان مثلا بيصيف زمان في راس البر على سبيل المثال يعرف ان في العشش اللي كان زمان عشش. أيوة. مش بيوت اللي كانت موجوده يعني بجوار الميه على طول تراجعت الميه اكلتها. أيوة. ما بقت يعني اللي كان في الصف الثاني اصبح في الصف الاول. أيوة. وخلافه، دي بسبب التغيرات المناخيه. يعني دي من اثار التغيرات المناخيه اللي هي يعني بتحدث عبر السنوات الكثيره. فاحنا نتأثر بالشكل ده، نتأثر الحرارة هتسبب ان الناس زي ما قلنا انه الطاقة الانتاجية بتاعت الناس هتقل في درجات الحرارة العالية، الأطفال هتتأثر من ناحية يعني صحيا المسألة كمان طبعاً طبعاً يبقى فيها يعني إصابات يعني يبقى فيها يعني تراجع. إصابات بسبب موجات الحرارة العالية يعني لما يبقى في موجة حارة دايما حتى الأرصاد الجوية بتحذر الناس الأطفال والناس المسنين انه ما يخرجوش من البيت وانه يشربوا ميه كفايه وكده علشان ما يجيلهمش يعني ممكن بتحصل حالات وفاه بسبب درجات الحراره العاليه.